غلط، اوكي؟ انت خطيره على المجتمع بشكل عام. انا اذا حكيت بتعرفوا شو بيصير، بتعرفوا شو بيصير اذا انا بحكي. امبارحة وبشكل جد مفاجئ شاركت نارين بيوتي مجموعة من الستوريهات على حسابها على انستغرام وهي عم تبكي، حيث ذكرت انه في بنت يوتيوبر سرقت منها فكرة فيديو من بعد ما حكت لها عنه من بعد لقائهم بصالون الحلاقة بدبي. لتبلش تحريات وتساؤلات المتابعين عن مين بتقصد نارين بكلامها. انا بعرف انه عم تحضر هالستوري ناو. You're sick. You need help. ركزي على حالك، إذا أنت حدا فاشل رح تضلي فاشل بكز ما عم تطلعي بكيفك تكوني حدا أحسن. قابلتك من مبارح، أول مبارح عيمتيو بصالون الشعر، حكيتك بكز فكرتك حدا منيح، حكيتك شو ماي بلانز شو عم حاول أعمل. يوم يو دو ذا سيم ثينج، ما كان ببالك. وات از رونج وذ يو؟ وبعد دقائق اكتشف الجمهور انه المقصود هي نور ستارز، من بعد ما تاكدوا انه نارين شالت الفولو عنها على انستغرام، وانه نور ستارز شاركت فيديو قبل نصف ساعه من ستوري نارين كان عنوانه جوله في غرفتي كجيمر. فالشي اللي زعل نارين بيوتي هو عملها على هذا المشروع لعده اشهر، وكانت رح تعلن عنه قريبا جدا حسب تصريحها، ولكن نور ستارز انكرت هالشي بمجموعه من الستوريهات وهي عم تبكي فيها، حيث دافعت عن نفسها من خلال الستوريهات وهاجمت مجموعة من أصدقاء نارين بيوتي بدبي واللي سمتهم بشلة دبي، مستبعدة كل من أنس وأصالة، وركزت بكلامها على شخص سمته بالبرتقالة المعفنة. وأجمع عدد كبير من الناس أن المقصود بالبرتقالة هو غيث مروان. بس نور جيت على دبي أزت كتير عالم ما بعرف ليه. أنا صار لي أسبوع عم تجيني رسائل، نور انتبهي في حدا عم بيحفر لك. شو عم بيحفر لي؟ شو عم بيعملي؟ ما عم بعرف. شو عم بيصير؟ ما عم بعرف. بس إنه تطلعي تحكي على اسمي اللي هو أكبر منك وأكبر من راسك ودرامتك كلها، وأنا بعرف قد إيه في دراما، وأنا إذا حكيت بتعرفوا شو بيصير. بتعرفوا شو بيصير إذا أنا بحكي؟ بس أنا ما بحكي. حيث تعتبر كثير من الناس هالكلام تهديد لنارين من طرف نور ستارز. فبعد انتشار هالستوريهات بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى عدد كبير من مشاهير اليوتيوب رأيهم بالموضوع، من بينهم أحمد أبو الرب واللي شارك هالستوريهات. ومن عائلة نارين بيوتي نشر ابن خالتها اليوتيوبر بسام ستوري وكتب يا جبل ما يهزك ريح. أما سيدرا فنشرت صورة تجمعها بنارين وكتبت الله يخلي لي أختي حبيبتي أمي الثانية. أما أم نور ستارز فنشرت ستوري وكتبت ما تزعلي ولا تنقهري ماما، الله معك بس رددي حسبي الله ونعم الوكيل. أما أحمد النشيط فشارك صورة لنور ستارز من المستشفى وكتب الله يقومك بالسلامة وإن شاء الله كل الأمور تعدي على خير. أما حنين ومن بعد ما تلقت سؤال من متابع لها بخصوص رأيها بالمشكلة ومين الصح بيناتهم، فعلقت به ما في صح وغلط، السوشيال ميديا غيرة ومنافسة ومحدش بيحب حد. أما بالنسبة للجمهور فانقسم لمؤيدين لنارين بيوتي ومؤيدين لنور ستارز. فمتابعين نارين طلعوا مجموعة من الصور اللي اتهموا فيها نور بسرقة محتوى نارين، أما متابعين نور ستارز فهاجموا نارين واتهموها بالكذب. فشو رأيكم أنتم بالموضوع؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات.